ينضم إلينا الآن دكتور أحمد شحاتة، أخصائي أمراض الرئة والجهاز التنفسي. أهلا بك وصباح الخير عليك دكتور أحمد. يعني في البداية، كيف سيغير هذا الكشف الأمريكي الجديد الذي تحدث عنه التقرير منذ قليل في عملية تشخيص وبالتالي علاج الأورام السرطانية؟ صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد. في هذا الصدد لا نستطيع أن نقوم بدور الإعلام فعلا في الوعي، والإعلام بيساعدنا كتير فعلا في نشر أو في فهم موضوع السرطان أو جميع الأمراض بصفة عامة، وده بيساعدنا في الكشف المبكر عنها وعلاجها وهي في مراحلها الأولية. بالنسبة للبحث الجديد، هو اتعمل في باحثون في جامعة ليدز في المملكة المتحدة، قاموا بعمل تحديث لمنظار الرئة. منظار الرئة وهو المنظار المعروف عند معظم الناس ومعظم الأطباء، اللي هو البرونكوسكوب أو الإيباس أو الإندوبرونكيال ألتراساوند، اللي هو منظار الرئة باستخدام الأشعة التلفزيونية. الباحثون في جامعة ليدز قاموا بتحديث هذا النوع من مناظير الرئة والشعب الهوائية بعمل منظار بنظام آلي مغناطيسي، نقدر نقول عليه أنه هو ريبوت مغناطيسي آلي ذو قطر مطاطي. يعني مقدمة المنظار عبارة عن 2 ملي في الحجم، ودي بتدي لينا ولجميع الأطباء أن احنا نقدر نوصل لأكبر قدر من الشعب الهوائية وأصغر ممر داخل الشعب الهوائية داخل الرئة، وهي ذات ملمس مطاطي، وده برضو بيؤدي إلى أن عدم اختراق لنسيج الرئة وعدم حدوث أي نزيف للمريض أثناء هذا الإجراء في التنظير. الفرق برضو الآخر بينه وبين المناظير القديمة أن هذا المنظار لا يستخدم الأشعة السينية، وزي ما احنا عارفين ان الأشعة السينية فيها تعرض للمريض للأشعة، وده برضو بيسبب له بعض الأضرار. ففي نظام الريبوت الجديد لا توجد هذه الأشعة. في نفس الوقت هذا التحديث في عالم المناظير بيعطينا مجال لتشخيص معظم أمراض وأورام الرئة وهي في مراحلها الأولى، لأن أنا بقدر أوصل لأكبر قدر ممكن من الشعب الهوائية داخل الرئة. زي ما احنا عارفين أن المنظار القديم لا يستطيع أن يرى أكثر من 10-15% من حجم الشعب الهوائية داخل الرئة، أما هذا المنظار الحديث يستطيع أن يوصل لأكثر من 80% من حجم الشعب الهوائية داخل الرئة، ويعطينا الفكرة أن نرى أي ورم في مراحله الأولى، في نفس الوقت نستطيع أن نزيل أي جسم غريب داخل الرئة. دكتور، بهذا المنظار الجديد دكتور، تحديد أصبح أكثر وتحسنت الآلية، هل نتوقع أن يساهم هذا الاكتشاف هنا في تقليل أعداد الإصابة بسرطان الرئة؟ طبعا، لأن هذا المنظار سيستعمل في مجال البحث المبكر أو الكشف المبكر عن الأورام، وهيكون عمله سهل للمريض، لأنه ما فيش فيه زي ما احنا قلنا يعني غير المنظار القديم أن في عرضة أن المريض يحصل له نزيف، أنه يخترق نسيج الرئة، وهيصور لنا أكبر قدر من الرئة. فده في المستقبل الجديد إن شاء الله ممكن نتغاضى عن الأشعة المقطعية، لأن برضو فيها تعرض للمريض للأشعة، وهيكون ده البديل أن احنا المرضى من سن 50-80 عام وليس عندهم أي أعراض، هنعمل لهم فحص مبكر بهذا المنظار، فده يساعدنا كتير أن احنا نكتشف أي مرض في أوله. وزي ما احنا عارفين أن الحل الأمثل والأكيد لعلاج أي ورم هو في مراحله الأولى، أما لو اكتشف في مراحله المتقدمة فليس هناك أي علاج. طيب، بعيدا عن هذه التكنولوجيا، دعنا نتحدث قليلا عن واقع الإصابة بسرطان الرئة عالميا اليوم. يعني كما ذكرنا منذ قليل، هناك أكثر من 2,200,000 إصابة بسرطان الرئة جديدة سنويا. برأيك، ما هو سبب تزايد نسبة الإصابة بمرض سرطان الرئة بهذا الشكل؟
هو فعلا الأرقام كبيرة وبتتزايد ونحن نأسف لهذا، ولكن من الأسباب الغير مباشرة لحدوث هذه الأورام وانتشارها في الفترة الأخيرة هو عادات بعض الأشخاص في التغذية غير الصحيحة، عدم مزاولة الرياضة باستمرار، السمنة المفرطة، وفي أسباب مباشرة ممكن تؤدي إلى حدوث سرطان في الرئة، منها التدخين بجميع أنواعه. طبعا احنا بنتكلم عن التدخين مش السيجار فقط، السيجار، الشيشة، المدواخ، الإلكترونيك سيجاريت أولسو، لأن بعض الأشخاص يعتبر أن الإلكترونيك أو السيجار الإلكتروني ليس له أضرار. لا، هو التدخين بجميع أنواعه. بعض الأشخاص أحيانا عندهم تاريخ وراثي في العائلة، لأن في بعض أورام الرئة ذات التاريخ الوراثي ممكن تحدث للأشخاص في نفس العائلة في سن صغير جدا. أيضا بعض الأشخاص اللي بيعملوا في مجال المصانع والتعرض للإشعاع والتعرض للمواد الكيميائية والبتروكيميائية، زي العمال اللي بيعملوا أرصو في مصانع الغزل والنسيج وبتعرضوا للضغط أو التراب المتطاير، كل العمال دول أيضا اللي بيتعرضوا لمادة الأسبستوس السامة، ودي مادة بتدخل في صناعة السفن والسيارات وبعض المواد العازلة. طبعا العمال دول لازم يستعملوا سبل السلامة اللي بتبقى مطروحة عليهم في مجال عملهم، من تغطية جميع الجسم، من تغطية الفم بالماسك، من تغطية الرأس بغطاء الرأس، لأن أحيانا بيكون مدخول هذه المواد السامة ليس من الفم فقط، إنما عن طريق الجلد أو عن طريق العين. نعم. دكتور أحمد، الآن يقال بأن السعال المتواصل هو من علامات الإصابة بسرطان الرئة، كيف يمكن التمييز ما بين السعال العادي وسعال المصاب بسرطان الرئة؟ هل هناك أعراض أخرى كذلك لهذا النوع من السرطان؟ بالنسبة للسعال، السعال معنا نوعين من السعال. في مريض بيبقى اوريدي عنده مرض مزمن في الرئة قبل كده، زي المريض اللي عنده حساسية في الصدر، أو المريض اللي عنده السدة الرئوية، أو المريض اللي عنده تليف في الرئة. فالمريض ده بيبقى معتاد على نوع معين من الكحة، هو بيبقى يعني معتاد عليها. لو حصل أي تغيير في حدة الكحة بالنسبة له، أو إن الكحة أصبحت معها دم، ففي نفس الوقت طبعا لازم يراجع الطبيب بتاعه بسرعة. بالنسبة لآخر نوع آخر من الأشخاص اللي هم ما عندهمش أي تاريخ مرضي قبل كده بالنسبة للرئة، مش متعودين على الكحة، لو الكحة استمرت مع شخص لمدة أكثر من شهر، وفي نفس الوقت بقت مصاحبة بدم، وأحيانا تكون مصاحبة بألم في الصدر بيزيد مع النفس، ده بيدل على أن وجود التهاب في الغشاء البلوري اللي حوالين الرئة. وطبعا ده ممكن يكون من بداية لأي التهاب، أو أيضا بيكون بداية لأي ورم في الرئة، لأن أورام الرئة بتكون في نسيج الرئة نفسه، بتكون في الغشاء المحيط بالرئة اللي هو الغشاء البلوري. أشكرك شكرا جزيلا أخصائي أمراض الرئة والجهاز التنفسي الدكتور أحمد شحاتة، شكرا لك.